أحسن الله إليكم. الفقرة الأخيرة في رسالة السائل أبو محمد يقول: ما رأي الشيخ في وقتنا الحاضر في المبالغات في الزيجات والإسراف في الولائم والبذخ الذي لا فائدة فيه؟ الإسراف محرم في كل شيء، الإسراف محرم في كل شيء. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. والنبي والله جل وعلا قال: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، كان الشيطان لربه كفورا. فالإسراف حرام ولا يجوز. نعم.